السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم حبيت نتكلم على قائمة العار، قائمة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، راليست تاع اي 23، راليست تاع المنتخب الوطني الأولمبي، ضد قائمة لمواجهة المنتخب غينيا الاستوائية. هذه القائمة عرفت العديد من الفضائح، القائمة هذه عرفت العديد من الفضائح كالعادة، زاتشي لا يخرج عن المعتاد، دائما سياسة واضحة منذ قدومه للاتحادية هي السياسة الواضحة، انه يطلع اللاعبين تاعو لكل المنتخبات الوطنية، لكل الاصناف المنتخبات الوطنية، من الاوكانز قلتها حتى المنتخب الاول، حتى ليكيب ا سينيور. هذه سياسة زاتشي اللي يعرفها العام والخاص، دائما أقل حاجة 5 6 لاعبين دائما يكونوا في المنتخبات الوطنية، من الإيكانز حتى للمنتخب الأول. اليوم المنتخب الأول جابوا له 3 لاعبين تعرفوهم، كان نرجع الموضوع نتاعهم الإيفان تروا، جابوا 5 لاعبين كالعادة، فضائح هذه موالفين بها. زاتشي دائما عنده الكوطة نتاعو، لازم يدير لهم ستاتيو انترناسيونال باش يتباعوا له، وباش تزيد السومه نتاعهم الى احترفوا في اوروبا، احترفوا الى ما احترفوش يتباعوا في انديه الكاسكروت بورتون تواد كنيس بسومه، يعني بسعر عالي. هذه سياسه زاتشي منذ قدومه للفاف، هذا هو هذا الاستراتيجيه نتاعو، لا تكوين لا احترافيه في الاتحاديه، لا نهوض بكره القدم الجزائريه، لا والو، هذا هو المشروع. الشيء الاخر، الفضيحه الثانيه، منذ يومين او 3 ايام تكلمنا على لاعبين وفاق سطيف، لاعب دغموم ولاعب اسحاق بوصوف. هذا من اللاعبين اللي اسحاق بوصوف عنده 18 سنه ولا 17 سنه، واللاعب الاخر عنده 20 سنه، دغموم عنده 20 سنه ولا 21 سنه. هذا من اللاعبين الاثنين عندهم دعوه من نادي اميون باش يحترفوا في اوروبا. لاعب اسحاق بوصوف للامانه باش نعطوا كل واحد حقه وما نظلموا حتى واحد، تم استدعائه سابقا في عهد مدير المنتخبات الوطنيه السابق بوعلام شارف، اما من بعدها ما زادوش بانوا خلاص، خاصه اسحاق بوصوف اللي يعرفوا العام الخاص اللي عيطولو محرز سطيف، لاعب فنان، لاعب موهبه عاليه. هذا من اللاعبين ما كانش دغموم هداف، ما كانش دغموم هداف في الفريق الرديف وفريق اقل من 21 سنه، ما كانش. اما اسحاق بوصوف الفنان ايضا ما كانش. علاه ما كانش؟ اول شيء زاتشي ما يخرجوش عليه من الجوار، لانهم يلعبوا في سطيف، كون جاي يلعبوا في بارادو ما يلعبوش في الاي 23، يلعبهم في ليكيب ناسيونال ا، يدير المستحيل باش يلعبوا في الأ. كاين ناس تقول لك مازال صغير، اسحاق بوصوف عنده 17 و 18 سنه مازال صغير. انا نتفكر الاسطوره كان يهضر ويخبط في الطابله في البلاطوهات على بداوي، قال لهم كيفاش بداوي ما يلعبش، قالوا له عنده 17 ولا 18 سنه، قال لهم يلعب في الأ مش في الايفان 3، قال لهم لازم يلعب في الأ في المنتخب الاول. قال لهم كيفاش بداوي ما يلعبش المنتخب الاول واسحاق بوصوف ها في الايفان 3 ما كانش؟ علاش؟ جواب واضح وصريح، واضح وصريح، ان وفاق سطيف واللاعبين هذوما رئيس نتاعهم ماهوش رئيس الاتحاديه. هذا بسيط، يعني امور واضحه، حسن حمار ماهوش رئيس الاتحاديه، يعني ما عندهمش اللاعبين هذا اللي يتكلم عليهم، صعاف الكاسكروت ما تشجعش اللاعبين هذوما باش يدخلهم في المنتخب الوطني ولا دافع عليهم، لانه رئيس الاتحاد، رئيس النادي نتاعهم ماهوش رئيس الاتحاديه. نهار اللي يكون حسن حمار رئيس اتحاديه يجروا ويلهثوا من وراه باش يطلعوا له الجوار نتاعو ويهضروا عليهم بالصحافه، رغم انه ما تطلب حتى كلام. اسحاق بوصوف موهبه ربانيه بالفطره، موهبه بالفطره، وشيه من الأحسن يخرج ولو عنده 17 18 سنة، يخرج من الآن الاحتراف، ما يزيدش يقعد
لازم يخرج، يزيدش يقعد، يرجع يخرج اوروبا من الناحيه البدنيه يتحسن تقنيا، تقنيا ما عندنا ما نقولوا فيه، يعلموه شويه التكتيك والفيزيك، خلاص يولي سوبر ستار، يولي نجم. هو نجم عنده الموهبه الربانيه الفطريه هذه تاعو، بصح ما تكفيش وحدها، لازم تنميها، ولازم لياقه بدنيه وفيزيك، ولازم تكتيك شويه، البلاسمون تاعك كيفاش وكذا، هذه تكون في اوروبا باش تزيد يطلع المستوى تاعو. بصح هذا من اللاعبين لهم جزائريين، لانه وفاق سطيف ليس نادي جزائري، لانه رئيس نتاعو ماهوش رئيس الاتحاديه. هذه قلناها، هذا ظلم لصحافة العار، كل يوم تتعرى وكل يوم تتكشف باللي راهي تدافع على مصالحها الشخصيه. لو جات تدافع على مصالح الشعب الجزائري، ولا تدافع على مصالح الجزائر عفوا، تدافع على مصالح الكره الجزائريه، كانت تدافع على اللاعبين هذوما، مش غير في سطيف. باش ما ننساش كاين في الصاروا لاعبين نجوم، كاين في جمعيه وهران، كاينين لاعبين، بصح ما تتكلمش. هذا خاصه نحكي لها تاع اسحاق بوصوف، نحكي لها اللاعبين اسحاق بوصوف ودغموم، لان اسحاق خاصه اسحاق بوصوف العالم كامل شافوا، شافوا في اليوتيوب، شافوا الفيديوهات تاعو، شافوا الفنيه تاعو، كاليتي تاعو. يعني ما تهجوا تدافعوش، تخبطوا الطابله كما كنت تخبطوا على الجوار تاع بارادو. نذكركم خبطوا الطابله على الكارديان تاع بارادو اللي جابوا ماجر، كارثه، فضيحه هذاك موساوي، كارثه. خبطوا الطابله عليه وهاي بانت النتيجه، خبطوا الطابله على الجوار الاخرين تاع بارادو بانت النتيجه. تكلمتوا على منصوري، قلت هو ميسي تاع الجزائر، والنهايه تاعو ما بان والو. وينو منصوري؟ الله اعلم، شوفوا انتم وراه. تكلمتوا على مزيان تاع بارادو، قلتوا خير من بالفوضيل، شفناه مزيان تاع بارادو وين راح؟ راح ليطوانيا، وقالوا له ارجع ما نسحقوش ليطوانيا. انا ما تكلموش على هذا، اسكو وفاق سطيف مش نادي جزائري؟ اسكو اللاعبين هذوما ماهمش جزائريين؟ علاه العنصريه هذه نتاعكم؟ علاش العنصريه هذه؟ هذه النقطه الثانيه، الفضيحه الثانيه. الفضيحه الثالثه هي وجود اللاعب اونجي الملالي، لاعب بارادو الملالي، اللي ماجر دخله بالقوه وخرج رياض محرز في المقابله، اذا مانيش ناسي، مقابله ايران خرجوا ودخل الملالي، ومحرز تقلق في ذيك اللقطه اللي دارها، خطره محرز دار مقابله احسن من بين احسن المقابلات مع المنتخب الوطني، دخل ملالي باش يدي ستاتي انترناسيونال، على الرغم انه ما دار والو، ما دخل دافيرتيسمون، يعني اللي نذكر اللقطه مليح. وعاودوا رجعوا شوفوا كان اللي عنده الفيديو تاع اللقطه هذيك، ولا عنده الماتش كامل يلاحظ بعد خروج محرز واش دار الملالي، باش ما نظلموا حتى واحد. الملالي ضغطوا عليه ماجر كالعاده، كونسيب اللي جوار كامل شبه من بارادو، وزاد شيخ خدم له المشروع نتاعو صراحه. ماجر الملالي كسر لنا راسنا به كي راح لاوروبا. انا بصراحه فرحت، رغم انه ما عندوش مستوى تاع لاعب، عنده مستوى كاليتي كبير، فرحت عليه، فرحت للاعب لانه احترف في اوروبا، قلت لعله يتحسن، لعله يستفيد، يعلم. بالعكس جابوه لعبه ماتش زوج، من بعد ركنوه في البون، بعد من البون رشاه في البنك، بعد هبطوه ليكيب ريزيرف. الان في ليكيب ريزيرف مشو يلعب في ليكيب ريزيرف، وعيطوا له في الايفنت 3. مادام حنا نعيطوا لجوار تاع الايفنت 3 اللي ما يلعبوش، خلاص حتى في ليكيب ريزيرف ما يلعبش. الا ما نعيطوش ياسين عدلي، كيما نعيطوش ياسين عدلي الان، وقتاش نعيطوه؟ وقتاش نجيبوه؟ كيما نجيبوش دروك ياسين عدلي، مادام الفرصه اللي عندنا، وهذا وين راهو؟ راه يلعب في بوردو، بدا يلعب في بوردو وما يلعبش في ليكيب ريزيرف، نجيبوه. كاين شباب لما يلعبوا تحب تجيبوا لي ليكيب ريزيرف، كاين تاع ليفربول العروسي، كاين لاعبين اقل شي تلقى 500 لاعب اقل حاجه، حنا نجيبو غير ربعه ولا خمسه. نزيد كاينه حاجه، من بعد ما راح بوعلام شارف ما عادوش يجيبوا اللاعبين البيناسيونو، ما عادوش يجيبوا اللاعبين البيناسيونو في الفئات الشبانيه. وراح لاعب تاع الانتر هذاك بالخير، وراح راحوا كامل ما عادوش يجيبوهم بالخير، ما عندوش 45 سنه في عمره ولا 30 سنه بالخير، عنده 21 ولا 20 سنه، 20 21. وهذه ايكيب تاع ايفان 3 كي ما يلعبش بالخير اللي راح لتورينو، وكيفاش يلعب؟ والله هذاك ماهوش جزائري،
لان زاتشي يريد لاعبيه تسويق لاعبيه باش يتباعوا. فهمت؟ قلت لكم علاش درك على راسك زاتشي بيديه ورشديه مش حاب يروح من الاتحاديه. فهمتوا علاه زاتشي شاد في الكرسي؟ كي يروح زاتشي لجوار تاع بارادو شكون اللي يشريه؟ ها شكون اللي لعبهم في ليكيب ناسيونال كي يروح زاتشي؟ واحد ما يلعبهم. ما انا اقول لك الفرصه مانيش طلع خارج من الاتحاديه، نبيع على الاقل نبيع اكثر نسبه، نبيع 100 200 لاعب في الجول الاكاديميه تاعي قد ما بعت فايده تبزنيس. المنتخب الوطني ولا الكره الجزائريه كره تبزنيس واتحاديه تبزنيس. قلت سابقا المصلحه العامه انقرضت، اصبحت المصالح الشخصيه. نبيع لي جوار نتاعي ما على بالي لا بالجزائر لا بالكره الجزائريه، الفايده في جيبي مش الفايده في الجزائر. هذه هي اتحاديه التجاره. في الاخير خلتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.